نبدأ في تجهيز. رأب لكم تشكيلة من حلويات نبيل، شيز كيك نبيل بكل وقت ولأي وقت. طبعا شيز كيك الموجود في نبيل عبارة عن إيش؟ عبارة عن شيز كيك جاهز للتقديم، يعني ما بنحكي إنه شيز كيك بده شغل أو بده تجميد أو بده خبيز أو بالفرن، لا، الشيز كيك مباشرة بتفتحوا العلبة وبتتناولوها مباشرة. الفكرة أنا مطلعها من الفريزر مباشرة، وتركتها من أول ما بلشنا البرنامج تقريبا على 3:30، هي صار لنا ساعة بالضبط، فأمورها صارت جاهزة للتقديم مباشرة. بفتح العلبة أوكي بهالشكل، شو بنلاقي جواتها؟ أكيد مش م... مش م... مش تليفون يا سمير، أكيد بنلاقي شيز كيك. طلع يا زلمة، أيوة أحلى، أهلا وسهلا فيك يا سمير، مستناك بشروم، تفضل. مباشرة هي شيز كيك، بنطلعها من العلبة، شوفوا كيف. وينك يا سمير عني؟ وينك يا سمير عني؟ صلح المنظر، شايف؟ هاي شيز كيك نبيل على توت بري بلو بري، وعندنا كمان شيز كيك نبيل. جد سمير؟ هاي سمير مجربه وكثير عاجبه. نفس الفكرة، بنطلع هاي شيز كيك كمان الستروبري أو الفراولة، برضو نفتحها، شوفوا كيف. وينك يا سمير؟ شايفين؟ شايفين كيف؟ هاي عندي شيز كيك نبيل وشيز كيك نوعين، توت بري وفراولة. بكل بساطة منجيب سكين وبقطعها. طبعا أنا بدي أحكي لكم شغلة بس، إنه هاي سعرها كثير منافس، بتعملكم 8 قطع. مساء الخير يا منال. ألو، مساء النور، يعطيك العافية شيف نضال، كيف حالك؟ يا حي الله، الله يسلمك، خير والله، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا. شيف نضال، أنا بدي أول إشي أشكرك عن جد، ما شاء الله عنك أبدعت كتير السنة هاي، دائما بس السنة كنت مميز كتير الحمد لله. الله يجزيك الخير يا رب، شكرا لك. بعد هيك ما عاد نخاف في رمضان شو بدنا نطبخ أو يزبط معنا الأكل أو ما يزبط، بعد ما خلص صرنا نطبخ كل شيء بتسوي والله. جاهزين ست الكل، جاهزين. شكرا لك. ايش في بدي اسالك، ديالا مش المفروض كانت تكون معكم السنه هاي؟ والله ما بعرف، بس اكيد هسه بيجينا الجواب. اوكي بخبروني انه صار عندها ظروف خاصه فشوي كانت مشغوله. يلا يعطيك الف عافيه وشكرا لك، واكيد بنوجه لها تحيه للاخت ديالا محترمه. اوكي، هاي شيز كيك اوكي، ولسه عندي كمان مجموعه حلويات رح بجيبكم اياها من نبيل. نقدم صحن شيز كيك الفراولة، وكمان عندي شيز كيك التوت البري. القطعة طبعا في المطاعم برا يعني كثير غالي، أكيد هي طبعا بتكون طيبة، ولكن شيز كيك نبيل طيب، ولكن سعره يعني القالب كله بيطلع بسعر قطعة واحدة من القطع اللي بيبيعوها الشيز كيك، مع أنه نفس المواد المستخدمة هون وهون، لكن هون احنا دائما مصنع نبيل بيقدم أكل طيب للناس، لجميع فئات الناس. هاي شيز كيك كمان، طلع هون شوفوا المنظر محلاه، حتى في ناس بعرفهم من الزباين بيتناولوها زي الآيس كريم، بحكوا لك يا عمي هاي طيبة وهي مجمدة، بدل ما أكل آيس كريم بأكل شيز كيك نبيل ببرد علي. أوكي، هاي إحنا هون صرنا كمان أمورنا تمام. شيز كيك نبيل، استعملنا الفراولة والتوت البري، بدنا نكمل موضوع تقديم حلوياتنا من نبيل، وراح أعرفكم على البراوني بالجوز، كثير مرتب بالجوز بالكراميل. طبعا كل حلوياتنا اللي بنشتغل فيها اليوم هي حلويات جاهزة للتقديم مباشرة، ما بدنا أي غلبة، مباشرة نفتحها ونتناولها، بس خليها تفك الذوبان شوي. وعندي كمان كيك الشوكولاتة وكيك البرتقال وكيك الماربل اللي هو بيجي بين الفانيلا والشوكولاتة. مباشرة نفتح، انتوا شايفين كيف هيك نقدمه، نفتح الكيس هذا، نفتح الكيس بالشكل. هي حلويات شايفين جاهزة للتقديم، بس خليني أفرجيكم كمان. أنا هون الشيز الكيك الشوكولاتة
كمان برضو جاهز للتقديم مباشرة. برضو نفتحها شوفوا الباوند كيك شو بشهي. هاي كيك الشوكولاتة. وكمان خلينا نشوف كيك البرتقال. هاي كمان كيك البرتقال كمان روعة. هيو. وكمان عندي كيك الماربل اللي بيجي خليط من الشوكولاتة والأبيض. شوفوا كيف ماربل يعني الرخام، بيجي قطعتين. شوفوا محلى منظره. اوكي خلينا نشيل هذول. بكل بساطة بنقطعه من النص وبعديها بنشكله بهالشكل، حتى اضعه في بيبر كاب صغير. نفس الفكرة نفس التقطيعة. هذا طبعا ممكن نقدمه على فطور، حتى ممكن كمان نقدمه على السحور بيطلع روعة. هاي كمان الأورنج كيك نفس الفكرة. وبعديها نفتح الكفوف. ايدي نظاف بس خلوني اغسل ايدي للتأكيد افضل، لانه انا بدي اشتغل بالاكل. وعندي زي ما حكيت لكم هاي عندي البيبر كاب الصغار، فباخذ قطعة من هالكيك بضيفها على الصحن، وقطعة من الماربل كيك، قطعة من الأورنج كيك. ممكن أعمل تشكيلة ولا أروع أقدمها على الفطور لضيوفي أو لأهل بيتي لأسرتي بسعر كثير مناسب، بس بالآخر أنتوا بتاكلوا حلويات عن جد فانسي جدا ومرتبة جدا. شايفين المنظر محلاه كيف طلع عندي هون. هاي باوند كيك من نبيل كمان صار جاهز، خلينا نقدم لكم اياه. بسم الله. هاي عندي هون. اذا اليوم كان عندنا تشكيله من الحلويات، عملنا لكم المعمول، المعمول البيتي طبعا، وعملنا لكم او قدمنا لكم مجموعه من الباوند كيك من نبيل، وكمان قدمنا لكم شيز كيك نوعين، الفراولة والتوت البري.